الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك. قال المصنف رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رواه مستقم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلي ما يفعل الحاج فإن ألا تطوفي بالبيت. والمسألة فيها أخذ ورد، سنبينه إن شاء الله في هذا. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لا أذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. معنى أنه إيه؟ أنه يسمي الله جل في علاه، هذا المعنى صراحة الباب. طيب نأخذ الحديث الأول. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، فضل بن دكين نسخات الأثبات، نبيل روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن ميمون أبو عبد الله، وقال أبو أصبغ المدني البغدادي، نعم، وهو من الثقات. قال كان صدوقا ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد المدني الفقيه، كان من النبلاء، كان ثقة ثبتا، ولذلك قال بعضهم عن أحمد أنه قال ثقة ثقة ثقة، ووثقه الرازي أبو حاتم، ووثقه النسائي. قال عن القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني الفقيه، ومن فقهاء سبعة، وبعضهم يقولهم من فقهاء المدينة العشرة، لأن يحيى بن سعيد القطان يجعل الفقهاء في المدينة عشرة، وكان من النبلاء، وكان تقيا نقيا عابدا، وكان جليل القدر، وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تأخر. قال عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة، نعم. قالت: خرجنا، هي سيدة نساء العالمين، وقالت ذهبية أعلم نساء العالم. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا صرف سارف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لا وددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، هنا التبويب الذي بوابه الإمام البخاري أراد به يعني النقل عن العلماء في مسألة قراءة القرآن للحائض، وقال: باب تقضي الحائض، باب تقضي الحائض المناسك. تقضي الحائض المناسك يقصد بتقضي هنا تفعل، تقضي هنا بمعنى أنها تفعل المناسك، أنها لا تفوتها، فمعنى قضاء المناسك هنا يعني فعل المناسك. فتقضي المناسك هنا معناها تفعلها. تقضي المناسك، قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. مقصود البخاري من هذا الباب في والأثار التي أتى بها بعد ذلك أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صح أسماع عبادات بدنية من الأقوار والأذكار، وأيضا من العبادات البدنية أيضا من الوقوف عرفة والسير إلى مزدلفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، كل ذلك يصح للحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعي ما أصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لكن ينافيه الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة وهي ممنوعة من ذلك، وأيضا دخول المسجد يحتاج إلى طهارة وهي ممنوعة من ذلك.
هو أراد صراحة في هذا الباب أنه أتى بأثار كثيرة عن ابن عباس وعن غيره، كأنه يميل إلى ما يتبناه ابن عباس على جواز قراءة الجنب القرآن وجواز قراءة الحائط القرآن، وأيضا ما يتبناه إبراهيم النخعي وغير إبراهيم. نعم، أتى بأثار ابن عباس وغير ابن عباس على مسألة قراءة القرآن، وهذا الذي أراده، هو أراد أن يبين بأن الحائط تقرأ القرآن وأنها لا تمنع من قراءة القرآن. لذلك أتى ببعض الأثار عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. شوفونا الآن المصنف أورد إيش؟ أورد أثر إبراهيم النخعي إشعارا بأن من الحائط من القراءة ليس مجمعا عليه، قد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائط وعند الخلاء وفي الحمام، إلا الآية ونحوها للجنب والحائط. كأن النخعي يرى بحرمة القراءة إلا آية أو نحو أو نحو آية. وروى عن مالك نحو قول إبراهيم، وأيضا روي عنه الجواز مطلقا. مالك طبعا لا يرى الجواز مطلقا، يرى إذا خشيت النسيان. وأيضا روي عنه الجواز الحائط دون الجنب، وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم. ثم أورد أثر ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهذا وصله ابن المنذر كما في الأوسط والإشراف، أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، كان ابن عباس يقرأ ورده وهو جنب. ودي أدلة كما نبين، حتى نبين الخلاف كيف بإنصاف على الأدلة، بأنه كان يقرأ ورده حالة كونه جنبا، وهذا ابن عباس. وحديث أم عطية رضي الله عنها أرضاها فهذا حديث موصول في الكتاب في صحيح البخاري، فيعني يخرجنا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويكبرنا بتكبير المسلم. طبعا هذه المسألة لابد أن نبين ما فيها، هو أن ابن عباس رضي الله عنه احتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل، قال بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلى هرقل عظيم الروم، ثم قال أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الآريسيين، ثم قال يا أهل الكتاب تعالوا، أتى بالآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه المسألة مسألة مهمة، مسألة قراءة القرآن للحائط، فهم يستدلون بها بهذا الحديث، يستدلون بها بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل على عائشة، وشرح سيأتي، أنا أرجعت الكلام في هذه المسألة على الأثار التي أتى بها، لأن البخاري هنا يميل إلى جواز القراءة ويبين ذلك ويعضده بأثر ابن عباس وابن النخعي، وأتى بأن المسألة ليست مقطوع بها، المنع ليس مقطوعا به، فأتى بهذا الحديث يبين جواز القراءة على ضمنية العموم، على ضمنية العموم. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، يعني حاضت، طمست يعني حاضت، فلما جئنا بسرف طمست، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليها وجدها تبكي قال ما يبكيكي، قلت لوددت والله أني لم أحج العام، قال لعلك نفستي. هنا الآن فيها أمران، مسألة الأولى مسألة التودد والأنس بين الزوج وزوجه، وأيضا مسألة حسن المعاشرة، وأنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجدها تبكي رق لها وعلم ما بها، وهون عليها عندما قال لها أنفست، قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، قد كتبه الله على بنات آدم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها دلالة واضحة جدا. ماذا تفعل سعيد؟ لأنه سأفاجئك بسؤال فأجدك مركز جيد، فإذا كان كذلك فإذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وقال لها أنفست، قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. هنا يستدل الإمام البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي البيت، فكان دليلا ضمنا على جواز قراءة القرآن للحائط. من وين؟ هذا منتزع ولم يسلم، يعني منتزع ولم يسلم. كيف ذلك؟ منتزع لأن قول النبي افعلي ما يفعل الحاج، طب الحاج ماذا يفعل؟ يطوف، يقف بعرفة، يبيت، يذكر الله، صحيح؟ يقرأ القرآن. قال إذن العموم نزل تحت العموم. الحق أن دليل عام من الدعوة، ولأن السياق مخصص
وليس بما يستدل به. السياق مخصص وليس بما يستدل به. كيف ذلك؟ نقول بأن في السياق أنه ذكر لا الحج وكان الكلام على الحج، فإذا المسألة على المسألة دائرة على أركان الحج، على مناسك الحج. كأنه قال لها لما تبكين؟ شوف السياق إيش قالت. قالت لا وددت والله أني لم أحج العام، لا وددت والله أني لم أحج العام. هذا فيها دلالة واضحة جدا هنا الآن على أن السياق في الكلام مداره على الحج. يبقى قال فعلي ما أفعل الحج، ماذا أفعل الحج؟ في مناسك الحج، الإحرام في ليلة التاسع يعني يوم التروية، الذهاب إلى منى والمبيت بمنى، إذن اذهبي إلى منى وبيتي بمنى. يصلون لا تصلي، هذا بالإجماع. وبعدين المبيت بمنى ليلة التاسع تبيتي بمنى، ثم الدفع إلى عرفة، تدفع إلى عرفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، تقف إلى غروب الشمس، الدفع إلى مزدلفة، تدفع إلى مزدلفة، المبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام، تبيت بمزدلفة وتذكر الله عند المشعر الحرام. بعد ذلك الذهاب إلى منى ورمي الجمار، تذهب وترمي الجمار لكن لا تطوف البيت. وهو الذي قال فعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن السياق مخصص، السياق مقيد، فالمسألة ليست على ما قاله. يبقى إذن نقول الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة، فهو يستدل به، لكنه ما وقف عند هذا الدليل فقط، لأنه عضد ما يتبنى بالأثار التي أتى بها. أولا لا يقوي جانبه إلا أثر ابن عباس، لأن النخعي بيّن أنه لا تقرأ القرآن، قال تقرأ آية أو نحوها، دي معناها أنها ممنوعة من القراءة ومباح لها جزء من إيش؟ من الآية. قال تقرأ آية أو نحوها، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الذي يتقوى به هو أثر ابن عباس. وابن عباس كان يقرأ ورده جنبا، وهو استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل، ومعلوم أن هرقل والقارئ لهرقل أنه يجامع أهله ويغتسل وغسل غير رافع للجناب، لأنه لا نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. فهذه مسألة قراءة القرآن، هو أراد أتى بها الإمام من أجل قراءة القرآن، من أجل قراءة القرآن للحائط، هذا الذي أراده الإمام البخاري. طيب في المقابل نحن نقول بأن الخلاف وارد ونقر به ونعضد له حتى فيما يستدل به بأن الأصل عدم المنع، لكن نقول الأدلة على منع قراءة القرآن للحائط كثيرة لا يجابها أحد، منها الحديث المصرح به حديث عائشة وحديث ابن عمر لا تقرأ الحائط القرآن ولا الجنب، هذا حديث مصرح به. والحق الحديث ضعيف، لكن ضعفه قد ينجبر، يعني ضعفه ليس بالشديد، ضعفه ليس بالشديد، فضعفه ليس بالشديد. نعم. وعندنا من الأدلة ما جاء نصا عن عمر بن الخطاب وقال لا تقرأ الحائض ولا حرفا واحدا، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما سئل قال لا تقرأ ولا حرفا واحدا. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط رد السلام الواجب، أسقط رد السلام الواجب من أجل التلبس بالنجاسة. مر عليه رجل كما في المسند وهو يقضي حاجته فسلم عليه، فقال إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليه، فإن فعلت فلن أرد عليك. لما؟ للتلبس بالنجاسة، فالحيض من باب أولى. وأيضا قد قال الله جل في علاء ما لكم لا ترجون لله وقارا، فلا يصح البتة قراءة القرآن على هذه الحال. النبي رد السلام بالتيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. حديث علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، أو كان يقرأ القرآن على كل أحواله متوضئ وغير متوضئ، على كل أحواله
سوى الجنابة، سوى الجنابة، لذلك والراوي أعلم بما رواه، وهو حديث صحيح، والراوي أعلم بما رواه، فسألوه عن الحائض تقرأ القرآن؟ قال ولا حرفا واحدا. وأما الرد على أثر ابن عباس الذي يستدل به بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل بالآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه ما بعثه النبي، كان الأمر للدعوة إلى الله، وأبواب الضرورة لا تدخل في النزاع، أبواب الضرورات لا تدخل في النزاع، لأن هذه دعوة إلى الله تعالى يدعوه إلى الإسلام، فكان من الضرورة أن يبعث إليه مثل هذه الآية والآيتين حتى يرغبه في الدخول في الإسلام. وأما أثر النخعي فهو عليهم ليس لهم، يعني هو لا يساعد البخاري، لأن النخعي يمنع قراءة القرآن للمرأة الحائض، لا سيما وحديث قرأ النبي القرآن على حجري وأنا حائض، وهذا بينته أكثر من مرة، فيكون الراجح الصح في ذلك أنها لا تقرأ القرآن، وفيها كما قلنا تحبب الرجل لزوجه والتهوين عليها عندما قال لها أنفستي لا تحزني، هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. الفوائد المستنبطة من حسن المعاشرة، من حسن المعاشرة الرفق والمؤنسة. دخلها فقال أتبكي؟ أنفستي وهون عليها، وهون عليها. من فضل العبادات، من حسن العبادات إدخال السرور على المسلمين والمسلمات، أزال بكاءه. شريعتنا شريعة التيسير، لما حاضت ما حجر عليها، بل قال فعلي ما فعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. هذه الفائدة الثالثة. لو في أسئلة اتفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.